اوكي، فحلقة النهاردة حلقة بسيطة جدا، عبارة عن تشكيل السقوف في البيوت بيبقى مختلف من بيت لبيت. انت لازم تعرف انت هتحط سقف ايه على بيتك، مثلا كان ريفي او مودرن او ايا كان. ففي حلقة النهاردة هوريكو اتنين روفز، وهدف الحلقة اصلا ان انا افهمكم اساسيات البناء، وبعد كده هنتنقل للفيديوهات اللي هيبقى فيها ستايلات اكتر وبقى روفز من نوع متنوع وكده. فما تطولش عليكم، اتفرجوا على الفيديو. الموضوع سهل جدا، اهبط بالبلوكات هيطلع لك ده. ليه؟ لان دي يعني نفس تصميم السقف ده، هو نفس تصميم السقف ده، بس انا غيرت في دي شويه. يعني مثلا هنا بعد ما طلعت من السلم طلعت بلوكتين، بعد كده السلم، بعد كده بلوك، وكملت عادي جدا. اما ده كمل على طول، فاهم؟ اللي هو التنويع في البناء بيبقى حلو قوي عشان بيدي منظر مختلف وجديد، وده بيبقى احنا عايزينه. طول ما البناء كده منظره جديد ومختلف وحلو هيعجب اي حد على طول. بس انتوا جايين هنا عشان تتعلموا البناء، مش جايين عشان تتعلموا بناء الريفي. البناء الريفي ليه حالة لوحده كده في كوميونتي، اللي عايزها يروح يشوفها هيتعلم كل حاجة عن البناء الريفي. البناء الريفي ليه كذا ستايل، بس انا علمت ستايل واحد بس في فيديو واحد، صراحة بيتعبوا دول لان ما بعرفش اشرح كتير. بس لو عايز تشوفه روح شوفه هناك، هو هتلاقيه في القناة بتاعتي. طيب، فلنقل انت عندك المربع ده اهو، عايز تحوله كبيت حلو، تمام؟ انا هقول لكم على كام طريقة تقدروا تحولوا اي بيت او اي شكل عامة لبيت حلو كده وجميل. اول حاجة، ما ينفعش يبقى عندك مربع زي ده، لازم تشكل فيه شوية. فمثلا أنا عندي المربع ده مش عاجبني شكله، حاسس إن بعد ما أخلص تفاصيله وأضيف السقف وكده هيبقى شكله معفن شوية. فأنا إيه ممكن أعمله في المربع ده؟ ممكن ببساطة أشيل الجزئية دي كده أهو، تمام، وأشيل الجزئية التانية برضو، أطلع من هنا بلوكة مثلا، نطلع أربع بلوك، خمس بلوكات من هنا برضو كده، نوصلهم ببعض. أوكي، فدلوقتي يتكون عندنا الشكل ده. طبعا ده احلى بكتير جدا من شكل المربع الزغنون اللي كان عندنا. فدلوقتي انت بقى عندك الهيكل، اللي انا بسميه الهيكل، بقى عندك الهيكل وعايز تكمل في البيت. اول حاجة لازم تعملها بعد ما تخلص الهيكل انك تحدد اماكن شبابيكك هتكون فين. فانا عن نفسي احط مثلا شباك هنا اهو، هنا اهو، مربع واحد بس في كل حتة، والباب هيبقى في النص. وكده يبقى انا حددت انا عايز الشبابيك بتاعتي تبقى فين. طيب، تاني حاجة بقى عندنا السقف، ودي هتبقى حلقة النهاردة. الروفس او السقوف اللي انت بتعملها فوق البيت ليها كذا ستايل متنوع بطريقة بشعة. فانت حاليا بتبني بيت ريفي. البيوت الريفية عادة بينفع معاها الستايل ده، بس بطريقة احسن من كده طبعا. وفي ستايل تاني هوريه لكم انا النهارده، وهو الستايل انا كنت مستعمله كتير قوي وبسميه انا ستايل الفايكنج، لانه شويه قالب على فايكنج. هو مش فايكنج بالظبط بس شويه قالب على فايكنج، تمام. فالستايل ده احنا بنستعمله لما كابل ستون، لما سبروس ودارك اوك. طبعا انا مستخدم سبروس هنا اصلا، فمش عايز كل حاجه تبقى سبروس، فانا استخدم الدارك اوك، تمام. طيب، اول حاجه لازم تعملها ان الروفس اللي بتبقى فايكنج او كده بتبقى عايزه مساحه 5 بلوكات. فانا مثلا عندي المقدمة بتاعت البيت هنا مش 5، عندي 7. فانا هعمل ادي 1 2 3 4 5 كده، يبقى انا حددت مكان الروف هيروح فين. نفس الحكاية عاملها من الناحية التانية كده اهو، ومن هنا اصلا احنا عاملينها 5 في 1 2 3 4 5. نعمل الروف من كل حتة كده اهو، كده احنا حددنا المكان بتاع الروف هيبقى فين. دلوقتي نبدأ نبنيه. الموضوع ده مش بيتعب قد ما هو محتاج مخ، تمام. طيب، فعامة اول حاجة لازم تعملها عشان تبدأ الروف انك تحت اول بلوكة تعملها تحط سلالم كده اهو، تمام. شيل دي بقى ما بناش محتاجينها، اول واحدة تطلع بلوكة، تمام. دي بتبقى برضو في حكاية الهبد شويتين. البلوكة او البلوكتين انت تشوفني بحطها مش لازم تتبع نفس الستايل، انت ممكن تطلع بلوكتين او بلوكة حسب ما انت عايز تكون الروف طويل قد ايه. مثلا انا مش عايزه قصير، فانا هتبع بلوكه واحده بس على الروف ده. لو انت عايزه طويل انت هتتبع بلوكتين كده اهو، هتفهموا قصدي بعد شويه. بس انا عايزه قصير، فانا هتبع بلوكه فوق البلوكه، احط السلم كده واطلع من السلم بسلم وراه كده اهو، وكمان بلوكه. انت بقى لو كنت عايزه طويل وبدات من هنا بلوكتين،
كنت تطلع من هنا برضو بلوكتين، بس مش عايزه كده، انا عايز السقف قصير، فبرضو حطيت البلوكة برضو نفس الحكاية، تطلع كده اهو وبس، تيجي تقف هنا. طيب وتيجي تقف هنا كده معاك الشكل ده، تمام. هو مش احسن ما صنعت يعني، بس هو يفي الغرض دلوقتي انه افهمكم بس الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي. بس قبل ما نكمل، انا لاحظت حاجه غلط في بنائي، ان كل الهيكل ده مفهوش بلوكه سبروس واحده، فانت لازم في كل زاويه تحط بلوكه سبروس كده اهو، عشان تعمل زي اوت لاين للبناء، ويبقى شكله برضو احسن، ميبقاش كله عباره عن خشب. هو برضو خشب، بس اللي هو ميبقاش كله عبارة عن خشب من العادي ده، يبقى برضو في لوكس وتدا الشكل بقى أحسن بكتير. نيجي عند الروف بقى. أول انت ما توصل للمرحلة دي هتطلع ببلوكة السبروس كده اهو من ناحيتين كده اهو، تمام، وهتروح نازل تحت كده وحاطط السلم هنا اهو، تمام. ركز معايا في اللي جاية دي بقى، تطلع كده اهو بالسلم من فوق عشان نعمل العوجة اللي انت بتشوفوها دي، كمان سلك كده كلام، كمان سلم فوق، كمان سلم كده، وتيجي من تحت بقى روح حاطط سلم كمان، ويبقى عندك الشكل ده اهو كده، تمام. الكابل ستون مش حلو قد ما حلو الستون بريك، فاحنا خلينا نغير الستون بريكس على السريع دلوقتي. بعد ما غيرنا الكابل ستون، قصدي للستون بريكس، دلوقتي بقى الشكل احسن بكتير على ما اظن، يعني دلوقتي بقى احسن بكتير من الاول. خلينا نعمل نفس الحوار ده على كل الاجزاء الثلاثه اللي احنا عاملينهم هنا. مثلا قدامها هنا سلالم، مبقناش محتاجين دي بقى خلاص، هو السلمين دول، نطلع بلوكة سلم كمان، سلم وراه وبلوكة كده اهو، ومن هنا نحط السبروس لوج كده اهو من الحتتين برضو، ونوصلهم ببعض. نطلع كمان من هنا سلم، قدامه سلم، فوقيه سلم، قدامه سلم، وتحتيه سلم، بالظبط كده اهو، يبقى عندنا الشكل ده. فخلينا اعملها دلوقتي معاكم برضو المرة الأخيرة اهي، بلوكة بلوكة اسمه ده سلم، سلم وراه، بلوكة بلوكة، سلم سلم، حط هنا السبروس لوك كده اهو، ونوصلهم ببعض. نطلع من هنا سلم، قدامه سلم، فوقيه سلم، قدامه سلم، وننزل من تحتيه ونحط سلم كده. اعمل الجزئية دي انا بقى. طيب وبعد ما خلصت بقى عندك الشكل ده، حلو قوي. دلوقتي نوصل السلالم دي ببعض كده اهو، عشان برضو يدينا زي اختلاف في البلوكات. دايما لازم تشوف البيت، لازم تحط اختلاف في البلوكات، تنوع في البلوكات، عشان ما يبقاش البيت ممل، يبقى نفس الستايل كل مرة، لازم تنوع في البلوكات. فانا مثلا استخدمت الستون بريكس اهو. طيب كل اللي احنا هنعمله دلوقتي، اللي احنا هنوصل كل حاجة ببعضها من جوه. يعني مثلا هطلع من هنا بلوكة كده اهو، وروح معدي وموصلها بدي، سهل قوي. برضو السلم كده اهو، معدي وموصلها بدي، نفس الموضوع فوق اهو، سهل جدا تدا. بس اهو عايز اول جزء خلص، تمام. اعمل برضو الجزء التاني قدامكم اهو كده، بلوكه بعد كده سلم بعد كده بلوكه كده، الشكل بقى احلى بكتير. طيب برضو هعملها هنا برضو معاكم تاني اهو، متهيألي انت كده فهمتوا الفكره يعني. فخلينا اخلص بقى الاجزاء دي كده. طيب بعد ما خلصت كل السقف بقى عندي الشكل ده، تمام. زي ما قلت لكم التنويع حلو، فانا مثلا مش عاجبني، مش راضي انا. ممكن في ناس تقول بس حد كده وقف ده شكله رهيب، لا، بس انا ممكن اضيف كام حاجه صغيره على السقف هنا تحلي اكتر. يعني مثلا قدام كل سلم من السلالم دي انا ممكن اضيف سلم كمان. فانا مثلا هاجي قدام السلم ده واروح حاطط سلم قدامه وسلم وراه، سلم قدامه وسلم وراه، يبقى عندي الشكل الجميل ده. او لو انت مش عايز تعملها بحكايه السلم، ممكن في طريقه تانية حلوه برضو تعملها بيها بالسلابس. فانت عندك السلم ده تتحط قدامه سلاب ورا بلوكه، سلاب بلوكه، سلاب بلوكه، سلاب بلوكه، هيدي نفس الطابع بالظبط. بس انا عن نفسي بفضل اعملها بالسلالم، لان مش بتخلي الوحوش تترسبن، وكمان بحس ان شكلها انضف، مش عارف ليه، مع انهم هما نفس الشكل اصلا، حرفيا نفس الشكل. يعني مثلا انا لو حطيت هنا سلاب وهنا بلوكه مكان الستير ده كده بلوكه، لا هو في اختلاف، في اختلاف شويه. بس هنعمل ده كده كله، نقف هنا، هنا في النص هنضيف بلوكه. ليه بقى؟ عشان انا لو كملت كده اهو، لو كملت كده اهو الناحيه التانيه وبدات هنا اعملها برضو في نفس الموضوع، ايه اللي هيحصل عندي؟ هيحصل عندي الشكل المقزز ده. فاحنا بنحلها ببلوكه كده اهو بس، خلاص حلو قوي. كمل برضو من هنا كده اهو، حلو قوي، بقى عندي الشكل الجميل ده. دلوقتي في
اوقات بتيجي بعد ما تخلص الروف بتاعك بيبقى عندك حفر زي دي، ما تقفلهاش زي كده لانك انت ممكن تستفيد في منهم في حاجات حلوة قوي. زي مثلا انا عايز اعمل مدخنة. طيب النوع التاني من الروفز اللي انا عايز اوريها لكم، الروف اللي بيبقى عامل كده اهو. طبعا احنا استعملنا بلوكات تانية مختلفة عن البلوكات الاولى عشان نعمل ستايل تاني. طبعا الستايل ده عبارة عن انه مش فايكنج، بس هو برضو بيبقى روف حلو على البيوت الريفية بنفس البلوكات دي. مثلا خلينا اعمله تاني كده قدامكم هنا. حط ستير ستير، حط قدام بلوكة قدام الاتنين دول بعض، ستير ستير، وتحط من هنا كمان واحد كده اهو، تحط من هنا سلاب في سلاب. ولا ايه؟ والله انا غبي، والله انا غبي. لا غلط، هتحط ستير ستير في بلوكه، اس كمان ستير قدام بعض كده اهو، حط ستير قدام بعض بس تقف هنا، تحط سلاب سلاب، حط سلاب قدامهم وسلاب فوقيهم، بس يبقى عندك نفس الشكل ده. هنكرر الموضوع مثلا في كل الاجزاء، فمره اخيره هنا اهو، ستير ستير بلوكه، ستير قدامه، ستير قدام الناحيه التانيه، وستير قدام الناحيه دي، الناحيه دي سلاب سلاب، ومن هنا برضو سلاب وفوقيها سلاب. طيب عندي كل الاجزاء دي، فانا هعمل نفس الموضوع برضو مع الروف اللي قبلي، ووصل السلابات دي ببعض كده. تمام، بعد ما وصلت الاجزاء الرئيسيه من السلابات ببعض، هوصل السلالم برضو ببعض كده، وبقى عندي الشكل ده. في النقطه دي انت لازم تنوع، انك خلاص عملت اوت لاين للسقف لازم تنوع بلوكات. فانا عن نفسي بحب استعمل مع البريكس ده دارك اوك. انت ممكن تختبر بكذا نوع بلوكه وتشوف انت هترتاح معايا، بس انا هستعمل دارك اوك، وهتشوف دلوقتي المنظر هيبقى عامل ازاي. دلوقتي يعني وصل زي ما علمتكم بالظبط في السقف اللي هناك، نفس الموضوع بالظبط، مفيش اي اختلاف. وبعد ما خلصت الشكل اللي بقى عندي الشكل ده كده للبيت. طبعا الروف مختلف شوية عن اللي انتوا بتشوفوه كالعادة في البيوت التانية وكده على اليوتيوب، بس انا قلت ان انا لازم انوع في الشرح النهاردة عشان افهمكم ان التنويع اهم حاجة، وانك تجرب كذا ستايل وكذا نوع من البناء في بيتك او حاجة زي دي برضو بيفيد قوي، وبيخلي البناء بيبقى شكله احلى بكتير. فده مثلا ده شكل كروف صغير مثلا كده للبيت. ممكن نضيف هنا شوية سلابات زي ما قلت لكم في اخر مرة عشان ندي زي عمق، او ندي زي طبقة تانية من اللاير اللي احنا حطيناها هنا، بس يبقى عندنا الشكل ده كده. بس اول شرحين عن في السلسله دي كلهم كانوا هم شرحين طويلين شويه، وما كانش فيهم حاجات كتير قوي زي ستايلات او كده. لازم افهمكم الفكره بتاعت البناء، انك انت مش هتتعلم البناء اولا الا كنت بتحبه قوي. انت مش اللي هو مش هتبدع فيه او مش هتتعلم فيه غير لما تكون بتحبه. فلو انت مش بتحب البناء مثلا او شايفه حاجه صعبه، فحاول تتعلم حاجه تانية غير البناء، لان البناء محتاج صبر شويه ومحتاج اتقان يعني مع الوقت. فالحلقتين دول كانوا بس بفهمكم انا ببني ازاي، وبستعمل ايه في بنائي وانا ببني، وازاي انا بفكر وانا ببني كده. بس الحلقات الجايه هتبقى عباره عن حلقات قصيره برضو، وهحط لكم فيها كام ستايل ممكن تستعملوه في بيتكم، كام ستايل ممكن تستعملوه في اي بناء انتوا عايزينه. هحط كذا ستايل من الروف كذا، وهعلمكم برضو على الورد اديت وبلوجينات البناء اللي انا بستعملها في حلقات مختلفه برضو. بس ده كان كل اللي عندي النهارده يا شباب، اشوفكم الفيديو الجاي في رعايه الله.